لا حول خير. ولا قوة إلا بالله. أهلا بيكي. مساء الخير يا دكتورة، ممكن بس تسمحي لي تسمعي بس؟ أنا ست كبيرة ومن حوالي 18 سنة كده كان عندي شغالة بنت يعني كويسة، فجابت لقيتها يوم جايبة لي طفل وجاية عنده يمكن 4 5 أيام، وقالت لي ده واحدة صاحبتي يعني زيها ولدته وسابته طبعا سفاح أو حاجة كده، وراحوا يودوه ملجأ أو حاجة، فقالت لي أنا شبطانة فيه أربيه، إيه رأيك؟ فقلت لها يعني كده، قالت لي عايزه اربي، انا وحيده ومش مش متجوزه وعايزه اربي. فقلت لها خلاص هنتعاون، فجابته والحمد لله الوقت هو بقى في ثانويه عامه. لكن القصه اللي هي بقى اللي انا مختلفه فيها، ان احنا طلعنا له شهاده ميلاد يعني اتجوزت البواب غلبان عندنا، خد قرشين اتجوزها وراحت عامله شهاده ميلاد للولد، ودلوقتي هو باسم مين؟ شهادة ميلاد للولد باسم الأم اللي هي البنت اللي كانت عند حضرتك، والأب اللي هو البواب، اللي هو البواب. بس هي الأم دي بقى قالت أنا ما شفتش، قالت أنا أختي كانت بترضع ورضعته، رضعت الولد معاها، يعني يعتبر هي خالته في الرضاعة أنا ما شفتش، لكن هي قالت كده. فهو دلوقتي طبعا الولد مش عارف القصة دي خالص، وهي دلوقتي كبرت طبعا، وهو دلوقتي في داخل الجامعه ان شاء الله السنه الجايه، وفي تعاون معاه والولد بقى كويس وزي الفل. تمام. الغلط بقى بتاعي فين؟ في حكايه الكذب، الكتاب اللي كتبه راح مطلقها عشان نعمله شهاده ميلاد. مين اللي كتب الكتاب؟ هو في بواب هي يعني اتفقوا معاه وكتب كتابه على البنت من زمان. هو فين الاب ده بقى، ويعني اللي هو الحارس؟ هو طبعا بعيد قوي، وفي اعتقد انه في مكان بعيد، وهو يعني معدم وطبعا ليه اسره، لكن ما نعرفش حاجه عنه ولا عن اسرته. طب تمام، انت حضرتك هل في مشكله اصلا حاصله للولد، ولا انت عايز تسالي عن الذنب؟ لا مفيش مشكله، انا بسال الذنب بتاعي انا. طيب انتوا واخدينه ككفاله، لان احنا ما عندناش تبني في الاسلام. واخده بال حضرتك؟ انا بالنسبه لي احنا بنتعاون في المصاريف عليه عنه ومصرف عليه. احنا ربنا انسان وبنعينه على الحياه، جايين دلوقتي عايزين تعرفوه اللي حصل؟ لا مش خلاص. هنعرفه طبعا خلاص. لكن الوزر اللي انا واخداه عشان كده. واخده وزر ايه؟ وزر ايه؟ ان انت ربيتي انسان، ولا وزر ان جبتي حد سطر عليه؟ امال كان هيتحط له شهاده ميلاد منين؟ يعني هو يعني واحد كفله يعتبر كفله، لكن مش متبنيه، اداله اسمه زي كفاله كده. لا مش متبنيه خالص، فهو سطر عليه. ولكن ايه، احنا النهارده كان الكلام ده يحصل وهو صغير، كنا نوديه دار والدار ترعاه والكلام ده كله، الولد ينشا على هذا الوضع. لكن بعد النهارده ما داخل الجامعه هنكسر نفسيته ونحبطه، وخلاص احنا هنموته، خلاص يبقى الوضع على ما هو عليه. وحضرتك عينيه على الحياه وعينيه على يكمل مشواره الى ان يشتغل ويشق طريقه في الحياه. الحياه مليئه. يعني انا كده يعني تعاونت بس ان هو ان احنا نكفله ان احنا نكفله. ما فيش تبني. يعني مصاريفه احنا بنصرف عليه، ومجموعه معانا كلنا متعاونين معاه. تمام يعني هي ما عليهاش ذنب. لا ما عليهاش ذنب، ده هي كفله الولد وبتربيه ومفيش ضرر، وهو الراجل البواب نفسه اللي وافق ان هو يكتبوا على اسمه ده، سطر على عليه وعلى هياخد ثواب. مش كده هياخد ثواب؟ ومدام موافق. لو كان راح حته ثانيه كان زمانه في الشارع. هل جبرتي البواب ده؟ نعم. جبرتي البواب ده؟ قلت له لو ما عملتش كده بقى همشيك او كذا؟ لا ده عملها بارادته. طبعا سطرنا على انسان مسلم، سطرنا على يتيم. يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله يا رب.